قال الذين يريدون
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يسألن يوم القيامة عما
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، على بركة الله، نعطي انطلاقة جمع التبرعات والدعاء من الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رحمت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يئس من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحم من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل أعمالنا ولا تردها في وجوهنا، يا حي يا قيوم. اللهم اجاز المحسنين والمحسنات، اللهم اجاز المحسنين والمحسنات على أحسانهم، اللهم جازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم بارك لهم في هذه العطايا، اللهم اجعلها في ميزانهم حسنات، اللهم بارك لهم في الحسنات وتجاوز لهم عن السيئات. اللهم بارك لهم في الدين والدنيا، اللهم بارك لهم في الدين والدنيا، اللهم بارك لهم في أبنائهم وبناتهم. اللهم اجعلهم ذرية صالحة تحمدك وتوحدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم في جميع الأمور يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أصلهم بالدجى والماء والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقذهم الأبيض من الدنس. اللهم آمس وحشتهما، اللهم آمس وحشتهما، اللهم شجع فيهما القرآن، اللهم شجع فيهما المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدا إلى جناتك جنات النعيم يا حي يا قيوم. واغفر اللهم من استرعيته أمر عبادك لإقامة الدين في أرضك، وحقق السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن، وفي شقيقه مولاي الرشيد، وفي كافة